بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. برت حتى على الحب هذا الكاذب. تحدث الشعراء يتبعهم الغاوون، ما هو الغاوي يقول لك أنا نحب، نحب البيت الشعر، نحب الحماسة، نحب الشجاعة، نحب الحب و و و و. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا، وأكد عليه هذه أندادا من دون الله، يعني ما كفاش إله حقيقي، يجب يكون عنده آلهة وآلهة وآلهة اللي ما عندهم حتى شيء من 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 مقام الألوهية والربوبية، مستحيل. ولا سبيل المقارنة بين المولى جل جلاله عما ناولوا والأصنام والآلهة الذين يعتكفون عندها تقربا، يعني وقته كله يعدي وهبل هبل أعلو هبل، وراتي ولدي راكم أخطر من مهبلة، نسأل الله السلامة، لا نسلبكم إبليس، سلبكم ما هو ذات لكم، معاش عندكم ذات ولا ذات ولا صفات. صفات الإسلام أو في الظهر أني محمد وأني عبد الرحمن، أما بقيت حقيقتك ما عندك شيء يصلك بالله سبحانه وتعالى إلا ما هو خفي من بيولوجيا، من أجزاء روحية، من مركبات عقلية، وأنا مجر، نسأل الله السلامة.